مع الشكر الجزيل للزميل الأخضر بريش ولضيوفه الكرام، سيداتي أنساتي سادتي أيها الأحبة في كل مكان، متتبعي مباريات بطولة كأس العالم على الهواء مباشرة عبر قنوات بي ان سبورتس الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا أيها الأحبة بكل خير. مباراة السهرة، المباراة الأخيرة اليوم في المونديال الروسي ما بين المنتخب البولندي وما بين المنتخب الكولومبي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة. المجموعة الثامنة ما فيها حوسة وايد، يعني ما فيها حوسة البرازيليين، ما فيها حوسة الألمان، ما فيها حوسة ميسي والأرجنتين، وقوية للغاية. هي لقاء الجريحين، الفريقين اللي دبغوا واللي خسروا في الجولة الأولى، لذلك أعتقد راح نشوف مباراة مفتوحة، وأعتقد راح نشوف صراع أيضا ربما يدخل فيه ليفاندوفسكي ماسك فراد من اللاعب المتقدم زيلينسكي. مرة أخرى الكرة الرأسية تحول إلى الهواء مباشرة، المتعة، القوة، الإثارة. اليوم المباراة تحولت خطيرة أمام المرمى، كواردادو كان يتابع اللقطات السابقة، مرة أخرى تحولت ولكنها تستقر في الأخير عند حارس المرمى شيزني. خلاص العملاق والله، الإثارة، القوة، المتعة، والمتعة تستمر، والتسديدة أمامك الآن، لكن الكرة تحولت بعد ذلك إلى ضربة ركنية لصالح كولومبيا. حاضر في هذا المونديال، لكن من هو المدرب؟ من هو المدرب الذي يتألق، الذي يقود فريقه؟ ما في المدربين يعانون، لأن الفرق الكبيرة نقاط لك الفريق اللي من المتصدرين اليابان والسنغال، وثلاثة هدف البولندي أمامك الضربة الركنية اللي يحرز الهدف البولندي في المباراة الأولى. ومنتخب كولومبيا بكرة فالكاو، هيها فالكاو، يا الله يا هذا اللاعب يا أخي، ياهو كان يطرب، ياهو كان يمتع، ياهو خطف الأضواء في النادي وفي المنتخب. هذا خامس رودريغيز لاعب لكولومبيا، التقدم بالكرة اللي تحول بهذا الشكل، لكن مقطوعة تبقى محاولة الكرة المنتخب، حكم واحد من هو ممكن يعمل التسلل، لأن التسجيل أكو مينا، مينا يا مينا، مينا أكو أمامك، مينا تقدم، مينا سجل، مينا ارتقى، مينا مع حارس المرمى. لاعبين بعض الأحيان يكونون احتياطيين أو احتياطي في برشلونة، ما يبي لها لا فيديو ولا كاميرات ولا مساعدين ولا شيء، التسلل واضح. لو بولندا تغادر وتبقى المنافسة ثلاثية ما بين السنغال اليابان، يعني البشر، كل البشر الحاضرين مختلف الأعراق، مختلف الجنسيات، مختلف في كل مكان، متتبعي مباريات بطولة كأس العالم على الهواء مباشرة. وقد بصراحة الموضوع غريب، أنت عندك لاعب مثلا بحجم ليفاندوفسكي، وعندك لاعب اكيد يعني اشكره هي ورح يرضى بهذه النتيجه. بولندا قد تغادر، بولندا تحاول، والكره البولنديه، لكنها في الاخير تدخل المدافع اللي واضح معاك على الشاشه، مدافع المنتخب الكولومبي أرياسر. والاداء في المونديال يعني يعطي الترشيحات لفرق قد تتالق مثلا في الجولات القادمه، او عندما يحين موعد الجد بدء من الدور الثاني لهذا المونديال. بولندا تواجه خريجز، يسدد في اللقطات السابقة، وصلت إلى أفضل لاعب في المباراة في مرمى المنتخب السنغالي. اللاعب طبعا هو جميل البينية لمصلحة المنتخب الكولومبي، ممكن الجول الثاني، التسديد، شكل الكولومبيين، ريبوس غائب، ليفاندوفسكي غاندا، ونقطة لكولومبيا، وعند إذن أصحاب الأربع نقاط راهين جالسين ينتظر. المتابعة حاضرة من ليفاندوفسكي، يخافون منه، يعرفون عدل، يتابعون مبارياته، التسديدة ولكن صدت فيه أوسبينا، وبالتالي أصيب أوسبي. هجومية، أي مدرب في العالم يحتاج إلى نوعية من هؤلاء اللاعبين، لاعبي خط الوسط، لاعب يصنع، يساهم في تسجيل الهدف، الأدوار الدفاعية، هدف تأمين النتيجة في وقت مناسب عند الدقيقة 70.
كف 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 ولاحظ معي لاحظ معي لاحظ معي الأولى لاحظ معي الثانية البينية ما فيه تسلل على الإطلاق ما فيه تسلل على الإطلاق فيه لعبة جميلة يتقدم فيها أولى ثانية ثالثة وصلت إلى فالكاو وفالكاو ينشر. يمكن الحديث عن مغادرة بولندا يوم ما كانت 0-0 مع عملية التماس لمصلحة المنتخب البولندي اللعبت أمام مرمى منتخب ما في خطر بصراحة ما في خطر انت اذا ما عندك لاعب خطر يمكن الثالث على الاطلاق حط الكوره حط هناك بكل هدوء وبكل ثقه الارجنتيني يرقص فرحا بكرمان ولعل سان باولي